بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع والعشرون بتعداد أشواط هذه الفتاة الصباحية لمنافسات سن الحقائق وهذه الفئة العمرية الحاضرة بقوة المنافسة ما بين حضور هذه الشعارات المميزة الرائعة التي تزين أرضية هذا الميدان بألوانها الزاهية. لنبدأ معكم وبحضراتكم بأول المراكز لنتابع على البداية والمقدمة انطلاقة مشهورة غيث بن راشد بن سالم بن حاكم المالكي من يقدم لنا مشهورة. المركز الثاني القادمة مشرفة لسالم بن محمد بن مسفر بن محميد المري. والمركز الثالث من بدأت تغير إلى الصدارة لتشني الغارة شقرة. على المركز الأول محمد بن صالح بن مانعة المري وهنالك الأمور بدأت تتغير بشعار الزبداني. على المركز الأول ليتقدم شعار براك الزبداني. على المركز الأول من تتواجد وتحمل لنا الرقم 39 من تتواجد ليست مسجلة في كشف التعليق لكن لحظات وبنوافيك بمعلوماتها. المركز الثاني القادمة شوهيل حمد بن بخيت بن قريع المري. والمركز الثالث الواصلة من الجانب الأيمن العنود جابر بن سالم بن جبران المري. والمركز الرابع أرى وتابع بهذه الانطلاقة هنالك الغدو من شعار بن مانعة. المركز الخامس عند بن محميد. لنعود بحضراتكم الى البداية الى المركز الاول. الله يا بن جبران بن جبران نجم سطع في هذا الصباح وقدم لنا اسماء مميزة لكن شوفوا النعيرية النعيرية قادم على المركز الخامس غادمة ومع المركز الثالث بدأت تتسلل بهذه اللحظات غادما شعر بالقعود جابر بن صالح بالقعود المري ليقدم لنا النعيرية نحو المركز الثاني. البداية مع بن جبران بن جبران بن جبران يقدم لنا العنود العنود على البداية على المقدمة بشعار بن جبران بالقعود على المركز الثاني مع النعيرية. المركز الثالث هنالك الأسماء القادمة هنالك أيضا شعار النابتي قادم لكن بن جبران بن جبران شعار النجوم شعار النجوم شعار البطل يحضر معنا بتحدياته ليقدم لنا البداية. المركز الثاني اللي وصلت سيافة عبد الله بن جر الله النابت المري سيافة سيافة لكن العنود 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 تثبت الوجود هي صاحبة هذا الشوط بشعار البطل مرافقا لا بجبران محققة المركز الأول. سلام العنود سلام. المركز الثاني وصلت مشاهدي الكرام سيافة لعبد الله بن جر الله النابت المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل شعار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الرابع وصلت النعيرية لجابر بن صالح القعود المري. المركز الخامس كان الوصول من قبل رعادة لسالم بن بجاش المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا المنافسة التي حصلت ما بين هذه الأسماء وكان الناموس حليفا لابن جبران البطل من قدم لنا الأسماء المميزة وهذا الشعار بظهور مميز في بداية موسم جديد حافل بالإنجازات. توقيت الزمن 3:08 53 في الزمن الثانية. التهاني والتبكى لجابر بن سالم بن جبران المري. المركز الثاني كان الوصول من قبل مشاهدي الكرام سيافة 3:09 31 في الزمن الثانية. التهاني والتبكى لعبد الله بن جر الله النابت المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل غياهيب أو غياهب 3:10 79 في الزمن الثانية. التهاني والتبكى لسعيد بن راشد بن عبد الله.